لو تحسن النتائج، نتائج نادي الزمالك في الدوري وهيبقى في دور الأبطال، تفتكر إن النظرة هتكون مختلفة، فبالتالي الناس تقول لك إن فريرا يكمل، وبالتالي مثلا لو في صفقات غير موفقة في نادي الزمالك في الموسم ده فندعم السنة الجاية بشكل أفضل أو برؤية مختلفة، فبالتالي فريرا ممكن يستمر؟ لا، انا متهيألي لو كمل هيكمل اخر الموسم، انما بس مش هيكمل تاني. يعني معلش، يعني ولا خلينا هو اللي واقعيين. مش هيكمل؟ لا، نادي الزمالك مش هيكمل معاه تاني. انا عايز اقول خلينا واقعيين شويه، فيريرا سنه كام سنه؟ يعني برضه فيريرا بالصغير، يعني معلش، يعني انت عايز برضه دم جديد وعايز. لا، انا يعني هو كبر من السنه اللي فاتت للسنه دي، ما هو واخد البطولات السنه اللي فاتت. هو كبر اصلا من سنتين. ايوه طيب، هو واخد البطولات السنه اللي فاتت. ايوه بالظبط. بص عايز اقول حاجه، هو برضه فيريرا ما خدش دوري بمجهوده بس، ده بسوء حاله النادي الاهلي. ما فيش مدير فني بياخد دوري بمجهوده سنتين. ما انت لو يعني لو هتتكلم حضرتك بالطريقه، يعني في حاله ان الاهلي خد الدوري السنه دي بالنتيجه الهزائم الزمالك، ما هو نتيجه لحاله سيئه للنادي الزمالك. مش فاهمني، مش عايز اقول لا، خد بجهد وكل حاجه، ولكن حاله الاهلي السنه اللي فاتت ساعدت كتير ان الزمالك ياخد الدوري. ده العد ماتشات قليله يا كابتن مصطفى. انا بقول لك مش مصطفى، ما انا عشان اخد دوري لازم منافس يخسر. لا، انا برضو انت مش فاهم. عايز اقول لك ايه، يعني الاهلي خسر ماتشات سهله كتير جدا من اول بيراميدز. يعني ماتشات في ايده هو كسبانها خسرها. هو الزمالك خسر من اسوان والمحله، ده الكلام ده السنه دي. انا بكلمك على الموسم اللي فات. فعايز اقول لا، انا مش مع عوده بجد. ليه؟ لان انا مش عايز اقول لك، يعني انا شفت فرقه الزمالك من افضل ماتشاتها اللي عملتها ماتش الفيوتشر اللي فات من في الموسم ده. مش فاكر لها ماتش في المحله، الشوط الثاني شويه. طب انا اديك مثال، الشوط الثاني في المحله، لكن الشوط الاولاني، الشوط الاولاني مش عارف اقول لك عالمي. الزمالك انا كنت قاعد في التلت الاخير، انت تعرف الدقيقه بتعدى عليها في ماتش المحله، الشوط الثاني بتعدى عليا الدقيقه كانها ساعه. ايوه شوف، انا كنت بحال الماتش ده في الراديو. الشوط الاولاني قاعد عامل كده، مرتاح ومش في، لا لا لا، واللي معايا في الاستوديو الزمالكاوي يقول لهم ايه، انسوا خلاص الماتش بتاعنا.